يا عمو يا عمو لي على بعضي لك ان شاء الله بتقبسني انجلينا جولي تبع الكباس لي على بعضي احمر عبر مثل القمر علي سما بلا علي سما ان شاء الله بتقبسني وليد يا وليد يا وليد 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 حط معي كشف تعال شو بدك تجيب كزوزة حمراء هندين البوفيه بالله طايفه يلا روح تعي تعي بقبسني على مهلي على مهلي على مهلي ولي على بعضي يا اهلا وسهلا استاذ تفضل معقول ورد وحامل وردي شو هالصدفه الحلوه عم اسلب عليكم ويلا 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 وين لعند الدكتوره ريم دكتوره ريم لك ايه لانه انا انت شو دخلي لا انا ما دخلني بس انت بالعاده بتجي عند الدكتوره ريما ايوه انا بعرفها هاي القصص كل ما شفتوا اثنين ظابطين مع بعضهم بلشكم تقطوا براغي بلاها الحركات مين هي ريما ريما الدجاني عاشت الصواني أنا فايت لعند الدكتورة ريم عبد الصمد إذا سمحتي الدكتورة ريم نقلت عيادتها شو هالحكي؟ بلا أفلام شو أفلام ما أفلام يا أستاذ الدكتورة ريم نقلت عيادتها على الضاحية بس دايما كان يصير معنا هيك بيجوا الناس عند الدكتورة ريم بفوتوا عند الدكتورة ريما بيجوا عند الدكتورة ريما بفوتوا عند الدكتورة ريم والله دايما هيك كان يصير معنا دكتورة ريم والدكتورة ريما طب هلأ الدكتورة اللي بقياني هون متجوزة لا بس امبارحة أجاها خطابين الله لا يشعك خير يا أبو ليلى أي ماشي طيب والدكتورة سعدة من شو بتشكي يا عمي والله لو قاعدين بالساونا مو هيك لك تقفشيني أنت والأحمر أكل شقفة من الكتف من الكتف من الكتف يا برني الأزرق قلي بالسماء لك مو قلت لك أنا بغار لك والله أنا عم بطش السماء بالله أحمد أخذ أختي قتلي وقتوني طبع قدام الفاصل إيه بس بدك تغير هالعادة بس نتجوز وبعدين في شغلة تانية ها أبو ليلى أنا ما بنزل على الدرة بنزل لحالي هيك الطبيعي تنزي بالباراشوت أنت بتنزي بتفعصيها لأنه أنت على الدرة بس يعني نورهان مين جاب سيرة الجواز؟ شو صار لك اسبوع سارعني بسير الحب الغرام ومين جاب سيرة الجواز؟ يا نورهان يا حبيبي شوفي اقول لك شغله واشرح لك الحب تحطيه على مشقيه لحاله وجواز يعني شغله دفيها ورا ظهرك شغله ما لها قيمه ما يعني ما بيوقفوا عند بلا ما بيوقفوا وليه شبه انت شو مفكرني والله انا مالي مفكرك انا مفكرك مثل ما انت مفكره حالك طب والله انت مفكره حالك قومي مو الحق عليك شو بيك الحق عليك تضرب بهالشكل افو يا ريت فزقت علي ان شاء الله بيقبرني الاحمر ودي على قامتها شو شرسه قال جواز ما جواز انا بتخربع بهيك قصه معلم نعم شو وين راحت لموزين؟ يمكن جعتك يمكن ولا يهمك معلم المهم ما تكون مزعوج مني ماني مزعوج لا ماني مزعوج لانه انا لا شفت ولا سمعت لك ايه ماني مزعوج ها لحظة ما راح ساوي شيء بس لمون لمون بلا أحمد أخي أختي والله ما يوقف خلع تصدي هيك قبليلا كيفكم تكرارك على هالعملة لك قبليلا معقولة أنت خبص لك الدنيا لك معقولة أنت لك هيك اللي بأمن فيه لا حدر فيك أنا ما دخلك أنت ما دخلك أنت لا من خلتي أنت بعد شو وروح بيطلع معي يلا خليك راضي بيطلع معي هاك الله يلا يلا لك طول بقى شبك مثل التور الهاي ليه معقولة أنا ليه